مشهد مرعب. عبر إعصار هائل طريقاً سريعاً في مقاطعة بولاية تينيسي الأمريكية، وتم تأكيد حدوث الإعصار الذي يأتي من ضمن مجموعة أعاصير تضرب أجزاء في الولايات المتحدة، ووصف الإعصار بالكبير والخطير وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أمريكا، وأصيب بعض الأشخاص نتيجة لهذه الأعاصير في حصيلة أولية. يا ترى ماذا يحدث في أمريكا الآن؟ هيا بنا نرى الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. بدأت العواصف القوية تضرب أمريكا منذ العام الماضي، فقد كان بدايتها عاصفة القرن التي تسببت في تجمد الحيوانات والمنازل والمواطنين في الشوارع، مما تسبب في حالة فوضى عارمة بسبب الثلوج الضخمة. تسببت هذه العاصفة في وفاة المئات من الأشخاص بسبب تجمدهم في الشوارع، ومن قوة هذه العاصفة ظن الشعب الأمريكي أنها النهاية، ولكن من حسن حظهم أنها أخذت مئات الأرواح وذهبت. لذلك هناك مخاوف هذه الأيام من قدوم عاصفة مماثلة لما حدث العام الماضي. تاريخ البشرية قد شهد توالي الكوارث الطبيعية والكوارث عبر العصور، والتي تسببت في دمار وخسائر بشرية ومادية هائلة في مختلف أنحاء العالم. من بين هذه الكوارث الفيضانات والعواصف التي تصنف عادة كأحد أبرز الأحداث المدمرة، ومع ذلك فإن الكوارث الطبيعية لا تزال تحدث في العديد من الدول حتى اليوم. ومن جديد ضربت الفيضانات والعواصف في الأرجنتين عاصفة قوية تجتاح دولة الأرجنتين، وأنباء عن سقوط ضحاياها. تعرضت الأرجنتين لعواصف عنيفة أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وانقطاع الكهرباء عن الآلاف. حدثت العاصفة على ساحل الأرجنتين المطل على المحيط الأطلسي، وتحديداً في مدينة باهيا بلانكا في مقاطعة بوينس آيرس. بدأت العاصفة بضرب المدينة بسرعة رياح تجاوزت 140 كيلومتراً في الساعة، مما تسبب في دمار كبير. تعرضت المدينة لانقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة منها، وسقوط الأشجار وأبراج الكهرباء، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي تسببت في دمار شامل في المدينة. كما تسببت العاصفة في فيضانات كارثية، حيث غمرت المياه العديد من المناطق بشكل مرعب، وتضررت السيارات وتوقفت الطرق السريعة بسبب الفيضانات، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتشكل خطراً على السلامة العامة. من جانبها أعلنت السلطات المحلية وفاة 13 شخصاً جراء العاصفة، وناشدت السلطات السكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم استخدام الطرق العامة التي قد تكون غير آمنة في ظل هذه الظروف الجوية القاسية. تلقت السلطات المحلية تقارير عن الأضرار الواسعة النطاق التي تسببت فيها العاصفة، وتعمل على تقييم الوضع وتوفير المساعدة اللازمة للمتضررين. إجراءات الإغاثة والتعافي تشمل توفير المأوى والإمدادات الأساسية وإصلاح البنية التحتية المتضررة. فيضانات قاسية تضرب دولة كينيا. شهدت كينيا فيضانات مدمرة أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 170 شخصاً، وتشريد أكثر من 600 ألف آخرين. منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة في نوفمبر الماضي، تضررت شمال البلاد بشكل خاص، حيث فقد العديد من السكان مواشيهم وأراضيهم الزراعية، بالإضافة إلى فقدان منازلهم. تعاني هذه المناطق من تدمير واسع النطاق للأراضي والمباني، مما أدى إلى تشريد الكثير من الأشخاص. تزداد تعقيدات موسم الأمطار هذا العام في القرن الأفريقي بسبب ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية تتسبب عادة في ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في بعض مناطق العالم، بينما تتسبب في هطول أمطار غزيرة في مناطق أخرى. وفي أوائل ديسمبر أعلن رئيس كينيا أن 38 مقاطعة من أصل 47 تأثرت بالفيضانات. حذر السكان من أنهم سيواجهون تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع حدوث كوارث مدمرة وسقوط عدد كبير من الضحايا. أصدرت أستراليا تحذيراتها بشأن الفيضانات المحتملة في المناطق الشمالية من ولاية كوينزلاند عقب الإعصار القوي الذي ضرب البلاد، وحثت السلطات ألآف المواطنين في هذه المناطق على التوجه إلى أماكن مرتفعة تحسباً لتداعيات الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة. أصدرت خدمات كوينزلاند للإطفاء والطوارئ
تحذيرات عبر موقعها الإلكتروني لأجزاء من شمال الولاية، حيث أشارت إلى أن هذه المناطق تواجه خطر الفيضانات بسبب المدى العالي واستمرار هطول الأمطار، ونصحت السكان بالانتقال فوراً إلى أماكن مرتفعة. تعود أسباب الفيضانات إلى الهطول الغزير للأمطار الذي نتج عن الإعصار المداري السابق جاسبر الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. تسبب الإعصار في إجلاء العديد من السكان وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف. وفي سياق متصل، حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا من هطول أمطار غزيرة في شمال غرب اسكتلندا. أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن السلطات أصدرت تحذيرات باللون الأصفر والبرتقالي في معظم مناطق اسكتلندا، والتي ستستمر حتى منتصف الليل. وتشير التوقعات إلى أن هذه المناطق ستتعرض لكميات كبيرة من الأمطار تعادل تلك التي تهطل عادة خلال شهر واحد، وتحذر السلطات من احتمالية حدوث انقطاع في الكهرباء، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب المياه قد يشكل مخاطر على سلامة وحياة المواطنين. ارتفاع ضحايا فيضانات ماليزيا إلى 280 شخصاً. ضربت فيضانات دولة ماليزيا وأسفرت عن كارثة إنسانية مأساوية، حيث ارتفع عدد ضحاياها إلى 280 شخصاً حتى اليوم الأحد. ووفقاً للجنة إدارة الكوارث بالولاية، تم إغلاق 3 مراكز إغاثة مؤقتة، بما في ذلك مركزان في سيجامات ومركز في موار، في حين لا تزال هناك 30 مركزاً آخر ما زالت تعمل في 6 مناطق متضررة من الفيضانات. وسجلت ميرسينب أكبر حصيلة ضحايا بواقع 107 شخصاً، تلتها باتو باهات بحوالي 77 شخصاً، وكليوان بحوالي 22 شخصاً. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت مستوى المياه في سونبي إيدو في ميرسينب الحد الخطر مقارنة بالمستوى الطبيعي. تلك الأرقام والتحذيرات تعكس حجم الكارثة التي يواجهها السكان في ولاية جوهر، حيث تستمر الجهود لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد هذه الكارثة الطبيعية الهائلة.